شارع هما كاينين هنا، لقينا كل شيء. نعم زيد، تبارك الله عليك، الله يحفظك، الله يحفظك يا زيد، الله يحفظك. لما عرفت الوفاة كسبت على الصفحة ديالي جود الجمل. انطفأت الثريا وتركت وراءها شعاعا. أنا أعتبر المرحومة من التراث اللامادي للمغرب. غابت عنا وستغيب بجسدها، ولكن لن تغيب في الوجدان ديالنا وفي الثقافة المغربية، وأنا قلت في التراث اللامادي المغربي. ربي كان معها لأنه خداها لجواره باش تبقى ديك الصورة الزوينة اللي عندنا على ثريا الجبران قبل ما تمرض، لأن كان عندها سرطان قبل ما تمرض ونشوفوها. أنا دائما أفضل أن يبقى الفنان بالصورة اللي عند الشعب، فهمتي؟ فربي تيبغي ياخذها لجوارو. وعزي المغاربة كاملين فيها أسرتها الكبيرة والصغيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. غادي نفتقدوا ثريا جبران لأنها فنانة مشهورة على الصعيد العربي وكافحت وناضلت يعني من أجل هذه المهنة، ولكن يعني مع الاسف خانتها الصحه مسكينه، لان بغات دير بزاف ديال الحوايج لما كانت وزيره، لكن ما دارت شي حوايج. طبعا ما غاديش نقولوا ما دارت حتى شي حاجه، دارت شي حوايج، ولكن كانت امنيتنا، كان املنا كبير انها غادي تبقى في الوزاره وتحقق بزاف ديال يعني ديال المسائل للفنان، لان هي فنانه كتعيش عاشت مع الفنانة وعارفة عارفة مآسي ديالهم وعارفة ظروفهم وعارفة مشاكلهم، لكن ما كتبش الله. واحد الخير دارت فيا كبير في الوقت اللي ولات وزيرة. أول ما عيطت ليا قالت ليا غادي تجي عندها الوزارة الثقافة، راه سيدنا كرمك وراه غادي تمشي للحج. وفعلا مشيت عندها واستقبلت مزيان وصفتت معايا الصفور حتى الوزارة توقف، وتكلفت بعدة أشياء وصفت لنا الحج. ومع الأسف هذيك المرأة ربي تعالى كرمها بهذاك الشيء اللي كانت تدير مع الناس، ودابا الله يرحمها، الله يجزى عليها الرحمات. لو 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 صابي يجي شي وزير ويقوم المقام ديالها ويهتم بالفنانين كما كانت تهتم به هي. اللي نتمناه هو ان الشباب والجامعات تهتم بالاعمال ديال ثريا جبران حتى تعيش الى الابد، ولكن على اي هي ستعيش من خلال الاعمال ديالها.